الكلام عن مشاكل التحكيم في مباراه امبارح، مباراه النادي الاهلي وفاق سطيف الجزائري في نص نهائي دوري ابطال افريقيا، المباراه اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين نظيفين. معانا دلوقتي كابتن سمير عثمان الحكم الدولي سابق. مساء الفل على حضرتك. مساء النور يا كابتن سيما، زي حضرتك منورنا. منورك منورك، مستمتع بحضرتك كدائك الراقي الجميل. ربنا يخليك. لا والله جود لك دايما يا رب ان شاء الله. جدا يا كابتن سمير. كابتن سمير، عايزين نعرف من حضرتك تحليلك للاداء التحكيمي لمباراه امس. بصي هقول لحضرتك حاجه، طبعا مباراه امس طبعا الفاينل على طول دي لازم يبقى حكام من الاليت اي اللي هم بتوع افريقيا، اللي هو الحكم بتاع امبارح ده من ضمن الاليت اي، وده شارك في المونديك حكم رابع بقى، ولو مش شارك في اي مباراه كحكم ساحه. امبارح الميزه اللي فيه كانت حاجه واحده بس، اللياقه البدنيه بتاعته عاليه جدا جدا، وبس برضه مش قادر برضه يستغلها التوظيف الجيد. يعني لو واحد حكم عنده اللياقه البدنيه دي كان ممكن يستغلها توظيف افضل لو فنياته عاليه. بس في النهايه الحكم اقدر اقيمه من حاجتين، شخصيته كويسه في الملعب، لم بعض المواقف اللي ممكن يحصل فيها بعض الاشتباكات بتنقلها من بدري. بس هي النقطه الثانيه، انا بقيم الحكم برضه لو عنده مشاكل في منطقه الجزاء نجح فيها تماما، خاصه اما فريقه في كوستيف في الشوط الثاني كان بيطالب بلمسات يد ما كانتش موجوده خالص. بس اقدر اقيم بقى مساعد مين الحكم، هم اللي ما كانوش على مستوى كده. كان في امبارح هدف سليم طبعا برضو، ما استاذ ايمن لسه قايل لحضرتك الهدف صحيح اللي احرزه ازارو، وكان في تسلل غير موجود تماما لمؤمن وطبعا دي حاجه طبعا بتاثر على اداء الحكم ككل، طاقم الحكام، وتاثر بره نتيجه المباراه، لان هدف تلغيه مش هدف سليم تلغيه ده ياثر جدا على نتيجه المباراه، رغم مكونه من شوطين، شوط بيبقى في ارضك والشوط الثاني بيبقى في البلد الثاني. صحيح. انما كاجمالي هو نجح بالمباراه، بس اكتر حاجه طبعا سيئه هو كان مساعد الحكام اللي كانوا معاه. بعيدا بقى عن التحكيم، كابتن سمير عثمان شايف او متوقع لقاء نتيجه اللقاء القادم ان شاء الله هتكون عامله ازاي؟ هو ان شاء الله باذن الله هيبقى مباراه قويه، بس اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي المصري ان شاء الله يعبر بنتيجه ايجابيه، واتوقع انه ممكن يجيب هدف هناك هيريحه قوي قوي، خاصه لو جابه في الشوط الاولاني. وانا من اللي انا اتفرجت عليه، لا النادي الاهلي فارق عن وفاق السيف الجزائري، وكان امبارح ممكن النتيجه تخلص بسكور، يعني بغض النظر عن الهدف اللي اتلغى التسلل، انما في كور ثانيه كان ممكن النادي الاهلي يجيبها. شكرا ليك كابتن سمير عثمان الحكم الدولي، استبق نورتنا في الكلام في الميديا.